إمكانياته إلى أقصى حد. إلومة ثلاثة، تغذية العصر الجديد لجيل العصر الجديد. إذا كنت تحب سيارتك وتريد الحفاظ عليها، فأنت حتما بحاجة لزيت المحرك هافولين. يحتوي زيت كالتكس هافولين على تركيبة واقية من الترسبات تحافظ على أداء المحرك وتساعد على إطالة عمره. لتحمي استثمارك من أي ضرر، احصل الآن على الحماية المثالية مع كالتكس. كريمة كيديدي تبدل ثوبها وردت متألقة في ثوبها الأحمر المشهور، وتبتدي السالفة من جديد. ويلكم تو تشارلي السبت، أهلا وسهلا بتشارلي السبت. تشارلي السبت ابتسامة، تشارلي السبت نحييه، تشارلي السبت ابتسامة، تشارلي السبت يا أهلا فيه. طلباتك احنا ناخذها وقدامك احنا نحضرها وتشهيك ريحتها. طعامها غير، اكلها واستلف. تشارلي السبت، تشارلي السبت اهلا وسهلا فيك. الأصلية، الكثير من الطرق للاستمتاع بطعمك المفضل في أي وقت وأي مكان. الطعم الأصلي بمرح أكثر. الكويت تقول لي. أنيسة جعفر كانت من أولى المذيعات ومقدمات البرامج في تلفزيون دولة الكويت في بداية الستينيات. اشتهرت من خلال اسم ماما أنيسة، وذلك لتخصصها في تقديم وإعداد برامج الأطفال. عملت في عام 1946 معلمة في المدرسة القبلية، وفي عام 1960 سافرت إلى إنجلترا لمدة سنة ونصف، واحتلت مراكز عديدة منها مديرة النشاط المدرسي في وزارة التربية ورئيسة قسم برامج التلفزيون، وتقاعدت في عام 1984. شكرا. أهلا بكم من جديد. أهلا وسهلا بكم. أقامت جمعية الهندسة والبترول حفلة تكريم للطلاب الخريجين من دفعة 2012-2013 بمسرح صباح السالم في الحرم الجامعي، وذلك بحضور أكثر من 450 طالبا وطالبة من مختلف الأقسام العلمية. جنان الزيد والتفاصيل. حفل التخرج مناسبة لها طعم ومذاق خاص وفرحة عائلية ينتظرها الجميع، فنرى أمامنا كوادر جديدة من خريجين وخريجات كلية الهندسة والبترول. شعور أكيد ما ينوصف، كنا وصلنا هالمرحلة بعد تعب 5 سنين، والحمد لله تعبنا ما ضاع وصرنا مهندسين. ما راح تكون إن شاء الله المرحلة الأخيرة، وهي تعتبر بداية حياتنا العملية إن شاء الله في مختلف المجالات. تعلمنا وايد أشياء إن شاء الله أقدر أطبقها بحياتي العملية، وأشكر أمي وأبوي اللي دعموني وخلوني أوصل لهالمراحل. كل أم وأب بتمنوا هذا اليوم يعني لأولادهم، وبعد 5 سنين يعني دراسة بالهندسة، فالحمد لله يعني الحمد لله اللي تخرجوا. طبعا مجهودها ومجهود البيت يعني الأم ومجهودي الشخصي، فأنت فالحمد لله لك الحمد والشكر يعني. الصفحة الأكاديمية امتلأت بالمعلومات، وجاء الوقت ليبدأ الخريجين صفحة جديدة والدخول سوق العمل الذي يتطلب منهم عملا حقيقيا منتجا ومخلصا، فكان لابد من القسم الهندسي للبدء بصفحة جديدة. وأن تكون حياتي مصداق إيماني في خدمة هذا الوطن، والله على ما أقول شهيد. مبروكين إن شاء الله.
اليوم الخريجون وضعوا نقطة النهاية وسيبدأوا سطرا جديدا من مرحلة حياتهم بتحدياتها وآمالها وطموحاتها. جنان الزيد، تلفزيون الوطن. برعاية مستشفى السلام الدولي، قامت مجموعة من طلاب مدرسة بيان نموذجية ثنائية اللغة وبمشاركة مدرسة دسمان النموذجية معرضا خيريا ضم العديد من الشركات ذات التخصصات المختلفة يذهب ريعها لدعم مرضى السرطان، ويهدف المعرض إلى نشر الوعي حول المرض ومكافحته والحد منه. هدفنا حق المعرض ان ندعم مرضى السرطان، وكل الفلوس اللي ناخذها نتبرع لهم حق مرضى السرطان. والفكره هذه كانت كنا مجتمعين احنا ويا بعض، فشفنا ان ماكو اهتمام وايد حق مرضى السرطان بالكويت، فحبينا بس نوعي الناس ونقول ان في مرضى سرطان يبون مساعدتكم. والحمد لله ان شاء الله ينجح المعرض، واحنا قاعد ندعمهم الحين ان شاء الله. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الغني محمد ملا عباس حسين البلوشي عن عمرين يناهز 52. انتقل إلى رحمة الله تعالى فرج فهيد الخماس العجمي عن عمرين يناهز 92. انتقل إلى رحمة الله تعالى أحمد صالح خلف الصالح عن عمرين يناهز 22. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عيدد هيمان محسن الشمري أرملة عبد الله صالح تنيال الجنيدي عن عمر يناهز 73. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شكحة فراج محمد العجمي أرملة عبد الله خالد الجوفان العجمي عن عمر يناهز 83. انتقل إلى رحمة الله تعالى سعد عايض سعد بن جويبر العازمي عن عمر يناهز 23. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد عبد الحافظ يوسف يحيى عن عمر يناهز 43. انتقل إلى رحمة الله تعالى حسين علي عبد الرحيم صالح عن عمر يناهز 77. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجر ذويهم. إليكم ما سيأتيكم في بقية هذه النشرة. فرقة نسائية تعيد إلى الأذهان الغناء الأصيل. وفي الرياضية احتفالية مميزة في مهرجان اعتزال حامد الشيباني. إيوة، هذه الفاكهة حقتي. فين فاكهتي المفضلة؟ المانجا خلصت. دقيقة، أنا أجيب لكم المانجا. تانج بالمانجا الجديد، كثافة أكثر، نكهة أغنى، وطعم ألذ من أي وقت. تفضل المانجا. دحين عرفت فين وديتوا المانجا. تانج مانجا الجديد، المانجا عمرها ما كانت حلوة كده. ويلكم تو تشارلي السبت، اهلا وسهلا في تشارلي السبت. تشارلي السبت بابتسامه، تشارلي السبت نحييك، تشارلي السبت بابتسامه، تشارلي السبت يا اهلا في تشارلي السبت. يا ام، اعلم ان الفطور وجبه مهمه لاولادي ليواجهوا تحدياتهم كل صباح. وصفتي السريه هي فطور مع نوتيلا على الخبز بطعمها المميز من مكونات كحبات البندق الفاخره والكاكاو المختار بدقه، لذلك يعشقها اولادي، وهكذا سيبداون نهارهم بفطور يحبونه. نوتيلا، ابدا نهارك بألذ طعم. وصفة محسنة تساعد على نمو أجسامهم وأذهانهم.